بداية يطيب لي أن أجدد اللقاء بكم في هذه الجلسة السهرية، وأتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب المحترمين على تفضلهم بطرح أسئلتهم في موضوع ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، وهو الموضوع المرتبط بحق من حقوق الأساسية التي يكلفها الدستور، حيث ينص بشكل واضح وصريح على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي. ولا تخفى عليكم المكانة الهامة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، الذي ما فتئ يحف رعاياه بالعطف المولوي الشامل، وهو ما أكد عليه حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2020 حين تحدث عن الاهتمام بصحة المواطنين كما يهتم بصحة أسرته الشريفة. كما عبرت توجيهات جلالته في مجموعة من الخطب والمناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية تعكس عناية جلالته الخاصة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عموماً وصحة المواطنين على الخصوص، من أجل تعزيز السيادة الصحية ببلادنا. السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة النواب المحترمون، لقد جعلت الحكومة ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات، وتجلى ذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية. وعلى الرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلاً على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية، وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين الذي منحوها ثقتهم، وتكون عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي. وفي هذا السياق جعلت الحكومة من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي التي تكتسيه مثل هذه القضايا داخل المجتمع. فانخراط بلدنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحاً شاملاً وعميقاً للمنظومة الصحية لمواكبة هذا البرش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة، حيث أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية. حيث تم في هذا السياق وبفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوم تطبيقياً، فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، 1,600,000 فلاح، 500,000 حرفي، 800,000 من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد والذين يمسكون محاسبة، وكذلك المقاولين الذاتيين، 140,000 من سائقي سيارة الأجرة، 230,000 من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين
والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات. وهي مناسبة للإشاد بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش، وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد تم في هذا الإطار الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية، بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، وضعت هنا إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم، 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نوفمبر. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إننا واعون داخل الحكومة بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا بكل أبعاده الأخلاقية والسياسية تجاه المواطنين من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ما يقتضي تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي والتي لم تحقق الهدف المنشود رغم تقديمها لمجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها بالوقوف على المكامن الحقيقية لضعف المنظومة الصحية. إننا نريد تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي تؤطره رؤية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، منظومة تضمن المساواة لجميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة. لذلك عملت الحكومة منذ تنصيبها من قبل مجلسي البرلمان على بلورة رؤية إصلاحية هيكلية للمنظومة الصحية لتجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية. رؤية تنطلق من البرنامج الحكومي التي حظي بثقتكم هنا يوم 13 أكتوبر، وتستمد مقوماتها من تعهدات والتزامات الأحزاب المشكلة للأغلبية. كما اشتغلنا خلال الأشهر الماضية على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح، وتستند مكونات هذا البرنامج الإصلاحي على 3 ديال المتكازات الأساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتتمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي. السيد الرئيس المحترم، حضرات السيدات والسادة، إن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي، وتجعل هدفها الأسمى تحقيق الكرامة والإنصاف في الولوج للخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش. وندرك تمام الإدراك بالنظر إلى محدودية الإجراءات الإصلاحية السابقة أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية. ومن هذا المنطلق عملنا أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان التقائية وانسجام
والانسجام بين كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم ويساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مضودية هذا القطاع. وقد أعدت الحكومة في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية، والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز للقرب. بالنسبة لنا المنظومة الصحية خصها تتركز على الانتظارات والحاجيات ديال المريض، ماشي فقط على التقسيم الإداري. دابا إلا كنتي في الدار البيضاء اللي كتشوف السبيطار ديال حي مولا رشيد وديال بن مسيك بيناتهم شانطي، ولكن نفس المشاكل، هذا ناقصينو الطبة وهذا ناقصينو الطبة، يعني هذا ما عندوش لي ريزيدون هذا ما عندوش لي ريزيدون، ألوغ يمكن يكون تكامل وما نبقاوش في واحد التنسيق اللي هو فقط تنسيق يعني تقسيم إداري. هذا علاش غادي نخلقوا ان شاء الله مجموعات صحيه جهويه من مراكز القرب، مكونه من مراكز القرب للمستشفيات الجامعيه لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشريه والتقنيه. حضرات السيدات والساده، تعتبر هذه المجموعات الصحيه الجهويه مؤسسات عموميه غادي تتمتع ان شاء الله بالشخصيه المعنويه والاستقلال في تدبير الموارد الماليه والبشريه، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعه لتدبير الخدمات الصحيه في اطار عقد نجاعه مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا امثل للموارد البشريه والماليه، ويوجه الاستثمارات العموميه وفق معايير مضبوطه ومحدده في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة. ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، سنعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنية التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية. ومن شأن هذه المنظومة المتكاملة أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقاً من المراكز الصحية الأولية بلوغاً إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي. فمن غير المقبول اليوم أن تعرف المنظومة الصحية اكتضاداً على مستوى أقسام المستعجلات فتعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية صحاري صحية تفتقد لأبسط مقومات وشروط استقبال المرتفقين. كما ستعمل الحكومة على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص طبيب الأسرة الذي يمثل بالنسبة لنا التزاماً مهماً سنعمل بكل تفاني على تفعيله مدة هذه الولاية. ويقتضي هذا الإطار تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسرة توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى عند الاقتداء نحو البنيات القادرة على توفير العلاج، علاج غير متاح في مراكز القرب، وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة. ولضمان استمرارية السياسة الصحية ببلادنا والضمان ديال الجودة ديالها، سيتم إحداث هيئة للصحة، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاع العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المتفقين ومهني الصحة.
ومن شأنها المؤسسة ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الصحية وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى. بالإضافة إلى ذلك ستعمل على ملائمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين. وبهدف تعزيز حكامة السياسية الدوائية ببلادنا، نطمح في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث وكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية اللي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية. ذلك أن ضمان الاستقلال والسياسة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة الجينيريك بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية. وفي هذا السياق نبغي الإشارة للانخراط القوي تحت قيادة جلالة الملك نصره الله التي أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية. حضرات السيدات والسادات، وعياً بالإشكالات التي تعرفها مرافق تحقن الدم بالمغرب، واعتباراً لكون مسألة يعني توفير الدم ومشتقاته تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة المواطنين، وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي بضعة أيام، سنعمل على كذلك إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الأجال لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإسعاف حياة المواطنين، لأننا ندرك أهمية أن تبقى هذه الخدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات التابعة لوزارة الصحة. وستتولى هذه الوكالة إن شاء الله مهمة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوفير الدم ومشتقاته، إضافة إلى صلاحية التخصيص لإحداث مخازن للدم داخل المؤسسات الاستشفائية للمجموعات الصحية الجهوية، وإحداث وتطوير الأنشطة التشخيصية والعلاجية والسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باليقظة عند جمع الدم من عند المتبرعين. من جهة أخرى، فإننا في الحكومة ندرك أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وإنجاح ورش التغطية الصحية الشامل يحتاج كذلك إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص وتسخير طاقاته وإمكانيته للنهوض بالمنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الشراكة في إطار تعاقدي بين القطاع العام والخاص، لأننا نعتبر أن القطاع الصحي كلاً لا يتجزأ عمومياً كان أم خصوصياً. وأستحضر هنا ما أبان عنه القطاع الطبي الخاص خلال الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند كبير، حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة وساهم بمجموعة من تجهيزات لخدمة المغاربة في هذه الأزمة. لذلك سنعمل على توحيد الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خلال تعزيز الشراكة لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبيل تطوير المنظومة الصحية، كما أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وهذا الشيء قانون دوسته هنا يعني أمام البرلمان، أنه لانفتاح أولا ديال يعني تشجيع ديال استقطاب الأطباء الأجانب
لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية. وستعمل الحكومة في هذا الصدد على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي. السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة نواب محترمون، فيما يتعلق بالمحور الخاص بتأهيل الموارد البشرية، فلا يخفى عليكم الدور الهام والمحوري الذي تشكله هذه الموارد في إنجاح عملية إصلاحية بالقطاع الصحي في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة. كيقولوا لا بالي ستاتيستيك بريسيز، 30-40% من خريجي الكليات ديال الطب كيحاولوا باش يمشيوا للخارج، لان كاين واحد الجاذبيه، واحد لوفر اللي كاينه في الخارج. ولكن كاين كذلك ضعف جاذبيه مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للاطر الطبيه، وعدم تحقيق هدف تكوين 3300 طبيب سنويا في افق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي الى انخفاض اعداد الاطباء الذي يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج الى الرعايه الصحيه. وان هذه الوضعيه ستستجيب منا اليوم الى مختلف الاطر الصحيه ما تستحقه من عنايه واهتمام بضمان جوده تكوينها وتاهيلها لمواكبه التطور العلمي في مجال العلاج والوقايه، بالاضافه الى ضروره العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ومع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها. وفي بادرة أولى عملت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى هذه الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة. وقد توج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركاء الاجتماعيين بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها رفع الحيف على الأطباء، يعني ريباري لانجوستيس، من خلال تغيير الشبكة الاستلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وهذا مطلب كان كينتظر 15 سنة. استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، الرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنية القطاع. ولأننا نعتبر أن غض الاعتبار لهذه الفئة هو مدخل أساسي لإصلاح القطاع، سنستمر طيلة مدة هذه الولاية الحكومية على العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال. حضرة السيدة والسادة الوزراء والنواب المحترمون، في هذا السياق ستعمل الحكومة على مراجعة عميقة وشاملة لقانون الإطار 934 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهن الصحية. إن هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصية مختلفة الفئات العاملة بالقطاع الصحي، سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظف، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة باعتماد نظام تحفيزات إضافية مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي والعمومي.
أود أن أشير بهذا الصدد إلى أننا سنحرص في الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون، انسجاماً مع منهج الإنصات والتشاور التي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الهامة، وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة. وضعت الحكومة مخططاً طموحاً لرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على رفع من عدد المقاعد البيداغوجية، وهذا الشيء شفناه مع السيد المراوي ومع السيد وزير الصحة في وجه إذن عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية. وتهدف هذه الاستراتيجية التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023، ونحاول إن شاء الله من دابا واحد الأسبوع باش نوقعوا على هذه الاتفاقية، إلى رفع عدد المقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20% ومضاعفتها تدريجيا، يعني فوادو إن شاء الله في آخر هذه الولاية. واستعمل الحكومة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة في توفير جميع الموارد البشرية والإمكانيات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين، بارل بيان يعني لي ميديسان اللي غادي يتخرجوا كل سنة، من خلال مضاعفة أعضاء الأطباء المتخرجين مرتين وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض. وبذلك ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط، يعني في أفق 2025-2026، من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10,000 نسمة، كما تحدد ذلك المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10,000 نسمة. سيدات السادة النواب المحترمون، فيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير من هذه الرؤية، فلا يمكننا الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحة دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للخدمات. فالحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين، فستعمل داخل الحكومة على تأهيل البنية التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جميع بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية، كما يندرج ضمن أولوياتنا الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية والإقليمية أو المحلية، حيث سيتم تأهيل 1400 مركز صحي للقلب في غضون 18 الشهر المقبل إن شاء الله. وموازة مع ذلك، ستعمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية وربطها بالنظام المعلوماتي ديال الصندوق ديال السينسيس، قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار العلاج من المركز الصحي للقلب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي. ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط البساطير وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض. كما ستعمل الحكومة على تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، ويستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد.
سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون، ختاما أود التأكيد على أن في الحكومة على أننا نحن في الحكومة واعون بحجم التحديات التي تنتظرنا في هذا الوجه الإصلاحي الكبير، وندرك كذلك حجم الصعوبات والإكراهات العديدة اللي يمكننا نواجهها في المسار الإصلاحي اللي رسمناه من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية. إننا واعون بحجم التراكمات والتعقيدات التي يعرفها القطاع، لكننا عازمون كل العزم على إصلاح جوهري وحقيقي للمنظومة الصحية، متسلحين في ذلك بإرادة سياسية حازمة دافعها الأساسي تفعيل الرؤية الملكية السامية تحقيقاً لآمال المواطنين الذي وضعوا فينا ثقتهم، ونحن متفائلون بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الإصلاحي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله وتعفئة كل كافة الشركاء، وبفضل انخراط مختلف فاعلين ومتدخلين في القطاع إن شاء الله غادي نوصلوا جميعا لهذه الأهداف المرجوة. شكرا لكم.